زي ما قلنا في شيء مشترك بين الموروثات الشعبية لكل الدول وكل البلاد، وهو مسألة العفاريت والجن والسحرة. زي ما بنشوف في أوروبا مثلا دراكولا وفرانكشتين، وعندنا بنقرأ في ألف ليلة وليلة، فعندهم هناك في ترينيداد في الكاريبي وجزيرة توباجو أكبر مركز للعفاريت، لأن هناك كل حيوان ينظر إليه على إنه عفريت متجسد أو روح شريرة أو ساحرة متجسدة. موضوع السحر يا إخواني كل حيوان ينظر إليه على إنه عفريت متجسد أو روح شريرة أو ساحرة متجسدة. موضوع السحر يا إخواني القرآن بيقول إنه حقيقة، لكن ربنا بيقول في القرآن كلمة صريحة جدا عن السحرة، بيقول وما هم ليه دايما متأخر؟ الوقت مش في صالحك أبدا. ما تسيبه براحته يا سليمان. وإحنا عمرنا شفنا راحة؟ ده جدارنا يا أطياف وأنت عارفة. بس مالك لسه على البر؟ محدش فينا على البر. كلنا غرقانين لشوشتنا. بس أنتوا اللي مش شايفين. يا دكتور إحنا محتاجين نتكلم عن حالات عملية أكتر. انتوا بتروحوا مستشفيات؟ الحالات كلها محفوظة، بس احنا محتاجين فعلا نطور من نفسنا. انتوا مش محتاجين تروحوا مصحات عشان تشوفوا عيانين. كل الناس اللي انتوا بتشوفوها في حياتكم مفيش حد فيهم سليم، كلهم عيانين. مش محتاجين تروحوا مصحات عشان تقابلوهم، انتوا بتشوفوهم من اول ما بتروحوا البيت. اشترك الآن واحصل على 50% خصم مدى الحياة على اشتراكات بريميوم السنوية والشهرية. استخدم الكود على watchit.com.